مرحبا بكم أخي السائق، أختي السائقة. من فضلك كي تكون تمشي في الخط الاستعجالي أو بما يسمى لابونت ديرجونس وتشوف سيارة الإسعاف جاية، افسح لها الطريق. أنت ما راكش مكلف باش تشوف سيارة الإسعاف واش راهي رافدة لداخل، لأن سيارة الإسعاف المهام تاعها لا يقتصر فقط على نقل المرضى، وإنما عندها عدة مهام، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أنها تقدر تنقل الدم، مريض محتاج دم ينقلوه له في حالة استعجالية، تقدر تنقل الدواء في حالات استعجالية أيضا، تقدر تروح هي رايحة تجيب مريض، تقدر تكون رايحة تجيب طبيب المريض في حالة استعجالية، إلى آخره من الأسباب. ليكن في علمك أيضا أن سيارة الإسعاف كي تكون انتايا في الخط الاستعجالي متوقف، كاين كما يسمى بالصفائح الدموية أو البلاكات ديسون، ما لازمش يحبسوا. كاين سيارة الإسعاف ما عندهمش لو بالونسوار، أو واحد الحاجة تتحرك، يعني لأن الصفحات الدموية لازم لهم يتحركوا، لو كان يستابيليزاو في خلال لحظات الدم هذاك يفسد. لهذا كي تكون جايزة سيارة الإسعاف، من فضلك أخي السائق وأختي السائقة، افسحوا لها الطريق. هذا من أجل يعني سيارة الإسعاف تمشي. ثاني حاجة واللي هي أهم حاجة، أنك ما تلصقش في سيارة الإسعاف باش تتني تمشي معها، لأن سيارة الإسعاف في أي لحظة تقدر تتوقف، تقدر تكون رافد مريض من الخلف ويسحقوا الطبيب باش يعاود يطلع لعنده، تتوقف في أي لحظة باش يطلع الطبيب لعند المريض اللي من اللور، تقدر تدير مشكل وين يعني الروح هذيك اللي راهي داخل تكمل عليها نتايا. لهذا من فضلك كي تشوف سيارة الإسعاف في حالة استعجالية، مش على الضواوي، افسح لها الطريق حتى ولو كانت فارغة. أنت مكلف باش تفسح الطريق فقط، تجبدلها وتخليها تمشي. كاين احيانا وين مستشفى كامل يطيح لهم لابريسيون تاع خدمة، ضغط تاع الخدمة، يخرجوا كاع سيارات الإسعاف ويقعد المصلحة بلا سيارة إسعاف، مما يجبر السائق أو المسعف أنه يتخذ إجراءات استعجالية باش يدخل للمصلحة وما تبقاش بلا سيارة إسعاف. يعني هذه الأشياء قاعدتك ليرا ويدرها السائق، ماشي من أجل أنه باش يمشي ولا، ولكن للضرورة، هذه الأشياء يندروا للضرورة. لهذا أخي السائق للمرة الثالثة، تشوف سيارة الإسعاف، من فضلك افسح لها الطريق. تحياتي والسلام.